أشوف أشوف يا ما شاء الله تبارك الله يا أني اشتقت لها يا ما شاء الله. هذا بعد ما نظفنا السيارة خلاص رشناها بالموية رشناها بعدين بالصابون ومسحناها وضبطناها وزهير هو اللي نظفها ما قصر وبرضو خلاص ستبنا السيارة وامورها ما شاء الله تبارك الله زي الفل يا ما شاء الله تبارك الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. مثل ما انت شايفين الموية اللي داخل دخلت شوي نشفناها ضبطنا الأمور كلش تمام يا ما شاء الله يا ما شاء الله. السيارة هذه يبيلها إعادة نظر بس يبيلها إعادة نظر اذكر الله بس عليها قولوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. ممكن الإضاءة ظلمتها شوي لكن السيارة ما شاء الله نظيفة ذا الحين تلك يا ما شاء الله يا ما شاء الله. والله اني اكن لها حب الصدق لكن متعبة. معروف الامريكي في الخرابات على طول رجال يفتح الكبوت ما يقفل ما عاد يقفل خلاص. لكن ان شاء الله نبي نعيد النظر فيها ان شاء الله. المشكلة اللي الحين فيها اني مرة من المرات شغلتها ودعست عليها شوي في محلها وطلع صوت في الماكينة فطفيتها. من ذاك اليوم صار لي تقريبا 9 شهور او سنة تقريبا خلاص ما عاد حركتها. فيعني عرفت اللي جاني هبوط عرفت اللي جاني تحطم شوي كل ما لها تخرب كل ما لها تخرب قلت خلاص خلها واقفة وخلها تعذب مع نفسها وتفكني من شرها. لكن إن شاء الله نبي نعيد إن شاء الله ترتيبها نبي نوديها إن شاء الله الفنانين وإن شاء الله ترتب. نبي فنانين أبي فنان أبي فنان. هشام الملة ممكن يقدر عليها إن شاء الله. سيارة طبعا أمريكية وكلكم عارفين وهي مصنوعة الأجواء وطبيعة أمريكا وانتوا عارفين أجواءهم حلوة. لكن لو جيت تشتغل هنا أو جيت تشغلها هنا في الخليج شوي صعب عليها تتحمل. فلذلك هي تشوفها على طول تخرب ما توقف مرة ما توقف الخربات تخترب ذي اللي في الماكينة بعدين شوي تخترب اللي ورا شوي اللي قدام الجير مشاكلها واجد واجد مرة. فإذا شغلتها احسب حسابك ب3000 4000 طلع الوحدة على الخرابات وعلى المشاكل وعلى مدري إيش. فالله يسر. لكن بعيد النظر والله بعيد النظر الموتر ما شاء الله تبارك الله. أنا أكره الأشخاص اللي يقولون عين كل ما صار له شيء عين كل عين. أنا ماني من الناس اللي كذا لكن وضعها مشكوك والله وضعها مشكوك يا جماعة. كل طلعة فيها مشكلة كل طلعة بتسطح في سطحة في الموضوع طلعتك فيها سطحة يا مشكلة لا يا خراب يا. فما أدري والله أذكر الله قولوا ما شاء الله تبارك الله خلنا نلتفت عليها ونصلحها وإن شاء الله تضبط أمورها إن شاء الله. أنا رجال ماني بايع مرة ماني بايع بصلح أو بوقف فالله يسر. عندما سمعت صوتها قشعر بدني وذاب قبل يومين لو تتذكرون سوينا سحب على رحلة أبوظبي المجانية اللي راح يكون معنا وفاز معنا واحد لكن تعذر. فالحين بنعيد مرة ثانية السحب وإن شاء الله نفوز واحد يستحقها. الحين مرة واحد بس واحد. قبل كم يوم سوينا سحب على رحلة أبوظبي وفاز معنا واحد لكنه تعذر. الحين بنسحب إن شاء الله على واحد بس كلنا بنشارك فيه. يلا 1 2 3 أنا ببدأ. قل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حنا في النص نزلنا أوردي. خلنا نزلنا. يلا رح. وخر عندي. أيوة رح. كمل. رح. كمل بسمة. يلا بسمة. يلا. شو اسمه؟ عبد الرحمن الزويد القصير حاط رقم جواله وبعد بس ما قال متفرغ اصبر هو حاط رقم جواله صح؟ ايه وش حاط بعد وش مكتوب القصيم تحت؟ القصيم بريده. طيب ادخل عليه افتح اللزقه صار لا افتح اللزقه اصبر ايوه اول شيء نتاكد اذا هو مشترك ولا لا بعدين خلاص مو صعبه لهالدرجه عزوز. وخر يلا اللي بعده اوكي مشاري من مكة متفرغ جدا يقول عطل صبر 5 السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب معك دستور حبيبي؟ لا دستور معك من سناب شات. دستور ايه هلا يا مرحبا. كيف حالك طيب؟ نحمد الله. فزت معنا انت يا حبيبي على رحلة ابو ظبي. جاهز ولا تحس انك ما تقدر؟ متى؟ 4 اكتوبر. ف
ماني فاهم. في فرق في فرق في فرق. هذا كل شيء عندنا. طيب يلا يلا خلينا اسلام. هذه 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 اللعبه الحين ولا وش هذه الخفه هنا ولا وش؟ في ابدا نبغى غيرها. يلا نقرا يلا اوراق. ايه اختار ولا اقول لك اختار شيء ببالك. شيء ببالك هنا. اقلب اقلب اقلب. لا اقلب. لا 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 مو بقلب. اختار شيء في اختار شيء ببالي بدون ما اقول. ايه ايه يلا اختر. والله والله اختر. امر. ايوه بتصك الورق فاجينا. لا 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 من الورق قديم ترى باسمي. وين تبيها؟ تبيها هنا ولا هنا ولا هنا؟ ايش قلت لا عشان تشيلي ولا عشان تشيلي؟ والله عشان تشيلي. والله مخفات احنا قبل التصوير. مخفات صحيح. الموضوع متفق. هذا ما كذب بس قبل التصوير قال لي حركه غلط. سوده قلت لي سوده صدق. هو بعطيك فرصه هو اتفاق. والله بعطيك فرصه بعطيك اتفق معه. والله يحط لي صروال اثنتين وبيبي اخوان اثنتين. طيب سوس يعني ما بدك تسوي يعني انا رتبتك الحين ايش تبيك كذا؟ طب ابغى اختار ورقه وطلع حري اختار. اذا اختار عبد الرحمن. اه يلا يا الله جوالك قربه قربه. ايش اختار؟ قل لي اختار اي وحده. طلع لي بس برزليا برزليا حرك اياها. يقول اختار دي. ما عليه مشله مشله. اصبر اصبر يلا ابو قرع عند اصبر. ها يلا اختار اختار هذه. ها شو اسوي الحين؟ غمض عينك. غمض؟ ايه؟ يلا غمض. شوف شوف خله 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 يطنز. وصح هذه في يدي في صفقتك وصفقة صفقة 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 من جدك والله. هذا شوف لبسته مخك ما جرى الله يقول لبسته. اقول اختصر الموضوع نلعب بلوت. ايش رايكم على ثلاثة؟ في شيء يسمونه تكبير مدري تكبير. ايش تكبير؟ نصلي احنا. لا 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 في والله لعبه اسمها مو بتكبير. مداقش مداقش. تبي مداقش؟ اي اي زين 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 ترتيب ترتيب. ما تفهم ما تفهم انت والله. اقول ايش ذا ايش ذا ايش ذا الحين نسيت هذا الهاس. ها شو سيريا تتكلم عن مشكله ولا واحده منهم هاس. تقريبا بضغطك بضغطك. شباب بتحداكم تحدي. ايوه اللي يكسر لي هالطاوله بعطيه منها خمس. لا بدون دقيقة بدون ما لا تجي فوقها اضربها. خمس طاولات؟ خمس طاولات هدية هدية لك لك. والله ولتي نفسي بيده. مين اضربها؟ راح راح اضرب اضرب قبل تنتهي السناب. راح خلنا نبدأ. اضرب انت 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 اضرب اضرب اضرب. لا اضرب كذا بوكس بوكس عشان اقوى. اضرب ايوه. والله قوية ذي الضربة. ايوه دورك الحين يا عبد العزيز. والله ما يحتاج يحتاج اضربها الحين من بعد ما ضربها بس زي كذا. وهو واضح انه خلاص وضحت وضحت ان الطاوله تتحمل وضحت. طيب قول لا اله الا الله. هذه كان سعرها 313 شامل الضريبه وشامل الشحن. لكن الحين شامل الضريبه وشامل الشحن وشامل كل حاجه 256 لاول مره في 60 سنت. والله حلو. وشامل هديه بلوت 60 سنت باللون اللي انت اختاره. اي لون حتى لو لون جديد؟ اي لون. ب 256 جماعة الخير. الكود دي 30 دي كابيتال 30 وتراه يومين ويروح. ترى حطيناه قبل فترة والحين مددناه للطاولات لأن كثير تجيني أسأل عليه. والله أنصحكم فيه. والله أنصحكم فيه. هيا أنت. ألو ألو كتامها شب. ألو إيش حظ أمها ذا؟ الو طوطو.